السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير زي ما انتم شايفين النهارده ان شاء الله معدنا مع ابريل تستس النهارده هنحل ان شاء الله تست نمبر وان قبل ما نبدا كله بيقول بسم الله يا شباب بسم الله <applause> choose the correct answer which of the following can be represented by line plot okay our favorite movie ولا our favorite animal our height ولا اور فيفرت فود خد بالك كده من الاختيارات اللي قدامك هتلاقي كلها يعني لما اقول لك مثلا اور فيفرت انيمال هترد تقولي dog cat كات برد بوردس بوردس كلمات اور اور فود هترد عليا تقولي اكل كي بنانا ابل ها لكن لما اقول لك اور هايت هترد عليا علي بايه بنمبرز فهو اللاين بلود بتاعي اوكي الداتا اللي انا بستخدمها عشان اعمل لها ريبريزنت بلاين بلوت تبقى اكترها نمبرز نمبرز فطبعا اور هايت ديت هي ايه اللي برد عليها بنمبرز تمام يبقى ويتش اوف ذا فولوينج كان بي ريبريزنت باي لاين بلوت ها من الحاجات اللي قدامي دي اللي اقدر اعمل لها لاين بلوت اور هايت ماشي الكلام طيب اللي بعده The graph shows the marks of four students in mathematics and science Which student got the lowest mark in science؟ خد بالك بقى من lowest أقل درجة في science Okay؟ طب روح بص كده على الـ إيه؟ على الـ Double bar graph اللي قدامك ده بص على الـ K بتاعك اهو الـ K اهو شوف الـ Science لونه ايه؟ Gray ولا Blue؟ لا Science Blue بعد كده ابدأ بص على the shortest bar شورتست بار بس يكون لونه بلو عشان هو ده الساينس ها أقصر بار قدامك اللي هو فريدة معنى كده إن فريدة got the lowest mark in ايه؟ ساينس ماشي الكلام؟ طيب بعد كده بيقولك the opposite figure is named is يديلك figure اهو بيقولك تقدر تسميه ازاي طبعا انت شايف الأول ايه؟ شايف لين؟ لاين لاين معني كده ان ان انا ينفع اسميه A, B أو ب B, ينفع أسميه لاين إيه وينفع أسميه لاين أوكي تعالوا نشوف بقى هو هنا لي إيه. كاتب لك إيه بي ورسم لك لاين أهو. يبقى إنت ما تتلخبطش بقى، يعني بص لما جه يكتب مثلا بي إيه هنا رسم لك ري. يبقى مش هو ده. لما كتب إيه بي وعمل لك ري فوقها. يبقى مش هو ده. كتب إيه بي، لك لاين سيجمنت مش هي دي لاين. يبقى مرسوم فوق إيه؟ لاين فوق الايه البوينتس اللي انا بسميه بيها خد بالك من الحاجات الصغيره ديت عشان وقت الامتحان ما تتلخبطش تخلي عندك ثقه في نفسك وانت بتحل لاين هتلاقيه مرسوم لاين فوق التو بوينتس اللي انت بتسميه بيهم وينفع زي ما قلت لك يتسمى اي بي او بي اي المهم انه يترسم فوقه رسمه اللين اوكي اول ذا following ليترز هاز وان لاين اوف سيمتري اكسبت كل الليترز اللي قدامك دول عندهم one line of symmetry except mean has more than one line of symmetry طب تعالى نشوف كده حرف ال A بتاعك أنا أقدر أعمله one بس line of symmetry من هنا أوكي okay. يبقى ده عنده one W أقدر أعمله برضو one line of symmetry من هنا يبقى برضو عنده one C أقدر أعمله one line of symmetry من هنا تقدر تعمله حاجة تانية؟ لا طب تعالى نبص على الإكس اقدر اعمله لاين اوف سيمتري من هنا واقدر اعمله لاين اوف سيمتري من هنا صح كده يبقى هو دوت اللي عنده مور ذان وان لاين اوف اي اوف سيمتري لانه عنده تو لاينز اوف سيمتري تمام طيب بعد كده بيقول لك 1900 و تنس، وعايزك بوت ذا ساين ايه رايك ها بص كده ناحيه فيها 19 over 100 والناحية الثانية فيها 19 over 10 ما هي دي معنى كلمة 1900s إن هي 19 over 100 و 19 tens يعني 19 over 10 بقيت واضحة ولا أوضح كمان ها numerator like numerator يبقى هتبص على الـ denominator الفراكشن اللي عندها denominator أصغر هي دي الفراكشن اللي إيه الأكبر معنى كده إنه 19 over 10 هي دي الأكبر الفراكشن الأكبر اللي هي 19 إيه تنسي العلامة بتاعتي هتبص لها اوكي طيب هنا بيقول لك كومبليت ذا تو لاينز ومدي لك تو لاينز بالمنظر ده ار اي ذا ريليشن بقى بتوين تو لاينز اللي قدامك ما هو لما يقول لك ار بيسال بيسالك على الريليشن بينهم العلاقه ما بين التو لاينز دول ايه perpendicular حد شايف السكوير كورنر ده اظن واضح جدا اوكي طيب 40 over 100 plus 5 over 10 الكلام ده ايكوالز ايه انت عندك عايز تعمل plus بس الدينومينيتورز مش زي بعضها واحنا متفقين لازم الدينومينيتورز تكون زي بعضها عشان ينفع تجمع او تطرح صح ولا لا طيب الاولانيه ديت الفراكشن الاولانيه هتنزل زي ما هي 40 over 100 plus التين دي اقدر اخليها تبقى 100 ازاي multiply it by 10 10 باي 10 equals 100 اطلع على ال 5 5 باي 10 equals 50 الكلام ده equals ال 100 نزلت في الدينومينيتور اهو 40 plus 50 يعني 90 90 over ايه 100 ها بعد كده ممكن نعمل لها simplify صح ولا لا simplify هما الاتنين divisible by 10 هما الاتنين ال 90 وال 100 هما الاتنين divisible by 10 يبقى الكلام ده equals 90 divided by 10 equals 9 over 100 divided by 10 equals 10 ها واحد تاني ممكن يقول لي يا ميس هو انا كان ممكن بدل ما اخلي ال 5 over 10 50 over 100 كان ممكن اروح هنا عند ال 40 over 100 وخليها 4 over 10 ويبقى 4 over 10 plus 5 over 10 وعلى طول تديني 9 over 10 صح اللي عمل زي هيبقى صح واللي خليها بدل ما يخلي الف... الـ 5 over 10 50 over 100 اللي راح اشتغل على دي وعمل divided by 10 للنوماريتور والدنوماريتور وخلاها 4 over 10 بلس 5 over 10 وكتب لي في الآخر equal 9 over 10 الكلام ده برضه طبعا صح طيب the name of ومديلك رسمة اهي از ايه ايه طبعا انت عارف الرسمة اللي بتبدأ ب starting point and extend تمتد in one direction is called ري ري اسمه ري هنا بيقول لك 39 تنس، الكلام ده ايكوالز اي e هم، خد بالك كده التنس بقت 100 يعني عمل ملتبلاي باي 10 فين في الدينومينيتور روح اعمل ملتبلاي باي 10 في النيومريتور بتاعك اللي هو 39 ملتبلاي باي 10 يعني 390 تيجوا نكتبها هنا نوضحها اكتر اللي مش متخيلها 39 تنز يعني 39 over 10 بيقول لك الكلام ده equals E over 100 يعني over 100 صح كده ال 10 بقت 100 اهي يعني multiplied by 10 اطلع فوق بقى 39 multiplied by 10 يعني 390 الزيرو اتحطت on the right وبعد كده نزلت بالايه بال 39 بتاعتي طيب بعد كده بيقول لك the opposite line plot represents the heights of some palms in meters then the number of all palm trees in this graph is E طيب هو هنا هوت لو بصيت على height of palm trees in meters زي ما انت شايف كده يعني مثلا تعالى نبص عند 30 and 1 over 6 عندك how many palm tree 1 2 3 عند 30 and 2 over 6 عندك 1 عند 30 and 3 over 6 عندك 2 وهنا عند 30 and 5 over 6 عندك only one palm tree تمام ده بالنسبة للإكس اللي هو كاتبها مش كده طب تعالى ننزل للكي كده بص بيقول لك إيه each x represent three palm trees الإكس الواحدة من دول عندها three palm trees مهم جدا الكي ده لأن بص لو أنت كنت رحت عديت الإكس وكتبت لي إيكوالز كذا بس على عدد الإكسات كنت هتبقى حلتها غلط هو بيقول لك ايه تعال نرجع بقى تاني كده بيقول لك زين ذا نمبر اوف اول بالم تريز هو عايز اول بالم تريز طيب تعال نعد هاو ميني اكسس ها 1 2 3 4 5 6 7 محدش يكتب 7 ها 7 ملتبلايد باي 3 عشان كل اكس ايكوال 3 كل اكس ايكوال ايه 3 7 باي 3 ايكوالز 21 بالم تريز شفتوا بقى الكي بيفرق ازاي في الحل واحد تاني هيستعجل ويروح يعد الاكسات ويكتب لازم تبص على الكي بتاعك ممكن في مساله تانيه مثلا يكتب لك ان اتش اكس ريبريزنت تو بالم تريز مساله تانيه يكتب لك اتش اكس ريبريزنت فايف بالم تريز على حسب بقى اكس ريبريزنت ايه اوكي فانت بتعد الاكسس اللي عندك وبعد كده بتعمل ملتبلاي باي النمبر اللي موجود ساعات بتبقى اكس ايكوالز 1 زي ما عدت علينا كتير تمام فبيختلف الحل بناء على الكي اللي موجود قدامك خد بالك جدا من الكي ده مهم اوكي طيب جمازهم is 0.44 kilometers from the school while Hanes home is 6 over 10 kilometers from the school who has to walk a long distance to the school مين بيمشي اكتر وكأنه بيقولك compare between the two numbers اوكي okay. بس مديلك النمبرز دي ان واحد ان decimal فورم والتاني فراكشن تعالوا نكتبهم الاول ها عندك 0.44 ده بتاع جمال وعندك الناحيه الثانيه 6 اوفر 10 ده بتاع هاني اوكي okay. طب يلا نقارن هتعرف تقارن كده اه ممكن تعمل حاجتين ممكن تعمل حاجتين يا اما تحول من الديسيمال نمبر للفورم بتاعة الفراكشن يا اما تحول من الفراكشن لديسيمال نمبر انت حر المهم ان انت تخليلي لي الناحيتين زي بعض يا هنا ديسيمال وهنا ديسيمال يا هنا فراكشن وهنا فراكشن دي اول حاجه تفكر فيها اوكي طيب تعالوا نخليها ديت ال6 اوفر 10 دي نخليها ديسيمال يبقى انا عندي هنا 0.44 زي ما هي وهنا اهو 0.6 صح كده ها تقدر تعمل كومبير اه احنا عارفين هبص عند الهول هنا في زيرو وهنا في زيرو خلاص مش فارق معايا هبص عند التنس هنا في فور وهنا في ايه سكس يبقى طبعا اللي عنده سكس هو الجريتر صح كده على طول كده هخلي العلامه بتاعتي بصت هنا ها ومعنى كده ان مين بيمشي لونج ديستانس هاني هرد عليه اقول له هاني ووك لونج ديستانس بيمشي اكتر اوكي سهله خالص هي الفكره بس يا اما تحول زي ما اتفقنا تخلي الاتنين واخدين الصورة بتاعت الديسمال زي ما انا عملت يا اما تخلي التو نمبرز بتوعتك واخدين شكل الفراكشنز يعني الفورتي فور ديت اوفر هتخليها بقى اوفر 100 اوكي زيرو بوينت فورتي فور دي هتخليها لي فورتي فور اوفر 100 وبعد كده تبدأ تقارن بقى فورتي فور اوفر 100 ولا سكس اوفر وبعدين هتقول لا انا لازم بقى اخلي 6 اوفر 10 دي 60 اوفر ايه 100 وبناء عليه يبقى 60 اوفر 100 هتبقى greater than 44 اوفر 100 بص كمان انا خليتك تتخيل معايا لو انت حولتها لفراكشنز هتفكر ازاي تمام طب يلا تعالى نبص على اخر سؤال في الامتحان ده بيقول لك ايه بيقول لك the following table shows the number of hours that Ayman and Nora studied in 6 days. Represent this data by using double bar graph مش انت عندك مين ومين عندك ايمن وعندك نورا اوكي وعارف ان انت عشان تعمل double bar graph المفروض تعمل تو اكسس صح ولا لا هو سايب لك الرسمه فاضيه خالص عشان انت تعملها كلها اوكي ها انت عندك تو اكسس لازم تعملهم الاول اوكي ادي الاكس بتاعي الاولاني وادي الاكس بتاعي التاني ماشي الكلام بعد كده هتبدا تكتب الديز اللي هي Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday هنا تحت عند الاكس اكسس بتاعك اوكي وهنسميه ديز خلاص وهتعمل حسابك وانت بتكتب الديز بتاعتك ان انت تسيب مسافات ان انت هتطلع بدبل بور جراف بمعنى بص كده يعني انا هسيب اول سكوير هنا وهاجي عند التو سكويرز دول وهكتب دي عشان هطلع بدبل بار جراف هنا هو بار وهنا بار بعد كده هسيب ايه سكوير مسافة هوت بين كل تو بارز اوكي وبعدين هكتب هنا ساندي بعد كده اهو بصوا اخدة ايه اخدة تو سكويرز جنب بعضهم هسيب سكوير بعدين هاجي هنا واكتب ماندي واسيب سكوير اوكي بعد كده اكتب Tuesday واسيب سكوير بعد كده هكتب دي اوكي وهسيب سكوير اوكي وبعد كده هكتب Thursday دي والمفروض يكون كان عامل لي ايه هنا هو كمان ايه سكوير عشان اكمل الرسمة فانا هبقى اعمله البر عنديش مشكلة تمام كده يا اما انت لما تيجي ترسمها هبقى اجيبها من الطرف خالص دي اول حاجة طيب بعد كده النمبرز بتاعتك بقى ابدا اختار سكيل مناسب ميزان مناسب تمشي بيه للنمبرز اللي قدامك دي تمام لما هتبص على النمبرز هتلاقي فيها هاف هتلاقي فيها هاف اوكي معنى كده ان انت هتمشي باترن اللي هو بلس هاف بلس ايه هاف اوكي طيب بص على greatest نمبر اللي قدامك عشان تعرف هتوقف الباترن بتاعك فين اوكي اكبر نمبر قدامك اللي هو فايف. يبقى انت هتمشي من هاف لحد ما توصل لايه لفايف. ادي <applause> هوف بعد كده ون ون اند هوف تو تو اند هوف ثري ثري اند هوف فور فور اند هوف فايف ماشي الكلام خلاص انا كده رسمتي تقريبا جاهزة ان انا ابدأ ارسم بقى ساتورداي <applause> عندي تو دبلز بار بتاعتي هيطلع ثري وفور اوكي ها عند يبقى انا هطلع ثري بص كده ثري يعني هوصل هنا ده البر الاولاني بتاعي والتاني هيوصل لحد فور زي ما اتفقنا يبقى هاجي من عند الخط التاني ده وكمل لحد ما اوصل لايه لفور كده تمام كده احنا خلصنا ساتردي بصوا وسايبين سكوير زي ما اتفقنا هروح عند ساندي فور اند هاف وفايف فور اند هاف يعني هوصل لحد هنا اهو اهو بصوا بالمنظر ده تمام وهنزل بالبور بتاعي البار التاني بتاعك فايف يعني الحتة دي هتطلع فوق كده هوت لغاية ما توصل للفايف وهتمشي كده بس انا برسمه قدامك ازاي عشان لو جاتلك لك في الامتحان مهام ادائيه بقى ولا اي حاجه تعرف ايه تعمل الدبل بارز بتاعتك ها بعد كده سبت سكويرهم. اهم اوكي وهروح عند الموندي 3 اند 2 اند هاف اوكي هطلع 3 بصوا انا سايبه السكوير اهو هطلع عند ال بتاعتي هتبقى هنا اهو بعد كده تو اند هوف هم؟ تو اند هوف يعني انت هتيجي تمشي من هنا مندي تمام كده طيب بعد كده تيوزدي عندك فور اند هوف وفايف اوكي السكوير اهو متساب اهو وهطلع من هنا اهو لحد ما اوصل لفور اند هوف اوكي فور اند هوف بصوا جاي لغايه كده يعني انا بصوا هجيب المسطره بتاعتي بقى عشان عينيا ما تتلخبطش وهطلع لغاية ما اوصل فور اند هوف اهي وحطيت الدود بتاعتي ستيب باي كده ولازم تمسك المسطرة بايدك والقلم وترسم بايدك عشان تتعلم عملنا فور اند هوف نعمل فايف بقى فايف يعني هنطلع من هنا هوت كده حتة زيادة وننزل بالبور التاني بعد كده وينز دي سري اند هوف وفور اند هوف 3 اند بصوا كده انا وقفت عندها عشان ما اوكي هطلع من هنا واحط الدود بتاعتي هي. بعد كده عايزه اوصل للبر اللي بعده فور اند هوف. هنا هو في فور وهنا في فور اند هوف يبقى هيوصل كده وهسيب هنا اهوت برضو سكوير زي ما اتفقنا ما عنديش مشكلة هطلع برا الرسمة حتى مفيش مشكلة ها فرس دي عندك تو و سري. اوكي هطلع بالتو بس الاول مه. هيوصل هنا بعد كده من هنا المفروض اوصل لمين للسري بتاعتي بص كده سريعا يعني انا هجي هنا هوصل بقى اللين ده كده هطلع لبره سنة بس كده انا كده رسمت ايه دبل بور جراف رسمت دبل بور جراف بس هل انا كده خلصت لا ما خلصتش عارفين ناقص ايه ناقص حاجة مهمة جدا جدا اللي هي كي المفتاح بتاعك بتاع الدبل بور جراف بتاعك هتعمله ايه طيب انا بالنسبة لي ايمن هعمله جرين اوكي يبقى البار الاولاني كله في الرسمة بتاعتي كده هوت هبدأ الونه with green يبقى ايمن بالنسبة لي الرقم الاولاني اللي انا كنت بعمله represent اوكي هيطلع كله لونه جرين كده اوعى تتلخبط بقى وتلون ايه ، يعني البار التاني احنا اتفقنا الاولاني بتاع ايمن يبقى كل الاولاني متلون جرين اول ما تبص كده تبقى فاهم ان انت بتتكلم على ايمن تمام وعندك نوره هلونها براون بالمنظر ده بص الكي بيفرق ازاي بقى كده انت تبقى عملت رسمة ممتازة ممتازة تاخد عليها الفول مارك بتاعتك خلاص احنا خلصنا كده المطلوب مننا في الامتحان الاوليني ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبولي تعليق حلو وتشجعوني بيه اكمل معاكم لايك وشير عشان الكل يستفيد يلا سلام عليكم